السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بأحبتي في اليوم متابعي قناة إلكترو المصطفى. إذا أعجبكم الفيديو أتمنى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لكي يصلكم الجديد، ولا تنسونا من دعائكم. إذا أعجبكم الفيديو أتمنى الإعجاب بالفيديو لكي نستمر إن شاء الله. لدينا هذا التلفزيون سامسونج، يوجد فيها مشكل، يعني لا يشتغل فيها شيء. سوف أقوم بتوصيلها بالكهرباء. هذا الشيء سأقوم بتوصيلها بالكهرباء، يعني لا تشتغل لمبة حمراء لا شيء. سوف نرى موديل هو موديل يعني تلفزيون LU32C450. مود يعني هونغاريا. سوف أقوم بفتحها وأعود إن شاء الله. الآن تم فتح التلفاز، هي التلفاز من الداخل، يعني توجد العبورة كثيرة بزاف. هي كارت الأم، أودتكم سوف أقوم بمسحها من الغبار. أول شيء أقوم به هو قياس الفيوز، بما أن يعني لا يشتغل شيء في التلفاز نقوم بقياس الفيوز هو الأول. الشكل هذا على الجرس، يعني الفيوز محترق لا يوجد فيه الجرس، يعني يوجد مشكل في هذا الكارت. سوف أقوم بنزع هذا الكارت. يعني يوجد المشكل في لامونتاسيون خاصة ب هاد التلفاز. سوف أقوم بفتحها. هي علبة التغذية أو لامونتاسيون، يعني فيها تراب بزاف، فيها الغبار. سوف أقوم بمسحها. هي لامونتاسيون أو علبة التغذية، سوف نقوم بفحصها لكي نحدد العطل إن شاء الله. يعني دائما نقوم بقياس الفيوز. قمت بقياسه سابقا، يعني وجدته يعني محترق، يعني لا يحترق إلا إذا يوجد مشكل. نعم محترق. هنا يوجد ديود بريدج، هو سوف نقوم بقياسه هو الأول. يوجد الشورت في أو القاصر في هاد الديود بريدج. هنا يوجد موسفيت، هنا يوجد موسفيت، سوف أقوم بقياسه هو أيضا. هو أيضا يوجد فيه كوب سيركوي. أيوا كذاك. أول شيء أقوم به هو نزع الديود والقاصر.
هاد الموسفيت. قمت بنزع اللحام في من لهاد الرجلين من الديود بريدج على هذا الشكل، وقمت بالقياس ووجدت يعني ديود بريدج لا يوجد فيه مشكل، يعني ذاك الشورت يوجد فيه هاد الموسفيت كما تلاحظون، يعني لا يوجد هذا الشكل، لا يوجد الشورت هنا، ولكن ما كان الديود هنا يوجد فيه الشورت، يعني الديود سالم، يعني لدينا المشكل في هاد الموسفيت هو الذي يعني ضرب، الموسفيت هو اللي تضرب، وممكن يمشي مع حتى هذا للإشارة. يوجد هنا مكتف محترق، هو محترق، سوف أقوم بتغييره هو أيضا. سوف أقوم بنزع هذا الموسفيت. يعني حتى هذا الاي سي ممكن ان يعني ان يوجد فيه المشكل، ولكن قبل ان اغير هذا الاي سي سوف اقوم بنزع الموسفيت اولا ثم اعود لكي لا اطيل في الفيديو. قمت بنزع هذا الموسفيت، يعني يوجد فيه الحرف كي 35 69. سوف ابحث عن مثل هذا الموسفيت، وهذا موجود، يعني قمت بنزع محترق. هذا يوجد فيه 201 بي، هذا يوجد فيه 1 بي، 221 كي. سوف أبحث عليهما وأغيرهما. سوف نقوم بالقياس هل ما زال الشورت. عند الشورت يعني الشورت الآن ذهب، لا يوجد الشورت. هذا الاي سي الصغير يعني سالم، لا يوجد فيه مشكل. هذا الاي سي له العلاقة مع هذا اي سي تقطيع خاص بفتح الشوبر. يعني هاد اليوم في الصباح ذهبت الى الجوطية، يعني واشتريت عدة بوردات مثل هذه خاصة بالتلفزيون، يعني وجدت هذه البوردة يعني مثل هذه البوردة الخاصة بسامسونج، يعني الموضوع الخاص بهذه البوردات سوف أضعه في القناة الثانية لمن يريد أن يشاهده. هو المصفيت الذي نحتاجه، يعني نفس البوردة و كاباسيتي للتحرقات، يعني فيها 221 كي 1 كي في. الأهم عندنا هو هاد الموسفيت، نتمنى أن يشتغل. هو نعم هذا الموسفيت شغال، هذا هو الأهم. لا أعرف يعني هذا يعني التقني قام بنزع المكتف فقط على ما أظن الفيوز، لا أدري هل هذا البوردة تشتغل أم لا، ربما تشتغل لأن نزع منها فقط مكتف الكبير والفيوز، ولكن سوف أقوم بإصلاح بها هاد البوردة الأخرى حتى إذا يعني أحتاج مثلا هاد الأي سي أو هاد الأي سي آخر، يعني سوف أجده في هاد البوردة.
سوف أقوم بنزع هذا المصفيت وهاد كاباسيتي، وأقوم بتغييرها إلى هاد البوردة. سوف نصلح المشكل إن شاء الله. سوف أعود بعد أن أقوم بنزع هاد المصفيت لكي لا أطيل في الفيديو. الآن تم نزع المصفيت، يعني نفس المصفيت مكتوب فيه كي 35 69، وهذا كاباسيتي. سوف أقوم بتغييرها ونجرب إن شاء الله. يعني عندما تخرج 5 فولت فقط يعني تم إصلاح المشكل، لأن يعني التلفاز لا يشتغل فيها شيء، يعني تحتاج إلى 5 فولت لكي تخرج الفولتيات أخرى عند يعني نعطي الأوامر للتلفاز أن تشتغل. يعني الآن بعدما قمت بتغيير المصفت وهذا كاباسيتي، سوف أقوم بتغيير الفيوز ونجرب. سوف يتم إصلاح المشكل إن شاء الله. على هذا الشكل. يعني بعدما قمت بتغيير هذا الفيوز وهذا المصفت كي 35 69 وهذا كاباسيتي، سوف أقوم بتجربات الآن التلفاز وسوف تشتغل إن شاء الله. الآن سوف أوصلها بالكهرباء. بسم الله بسم الله. لمبة أحمر شغالة، هاي التلفاز يعني شغالة، يعني سمعنا الصوت، يعني المشكل تم إصلاحه الحمد لله. يعني تم إصلاح المشكل. هذا كل شيء. أتمنى أني موفق في الشرح. إذا أعجبكم الفيديو الاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.